بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics، المحاضرة الثالثة من الدرس الثالث First and Second Law of Thermodynamics. كنا قد سوينا توطئة أو تمهيد لتطبيق القانون الأول للديناميكا الحرارية بالنسبة للأوبند سيستم، فنحاول خلال هذه الحصة تطبيق هذا القانون على أوبند سيستم. كنا قد وصلنا في المرة الماضية تحدثنا على الماس فلو ريت أو الام دوت، فهنا راح نبدأ أو تذكيركم بما راح نشوفوه. فعندنا ماس بالانس فور ستيدي فلو بروسيس، كلمة ستيدي فلو امبلايز نو تشينج وذ تايم، يعني ايش؟ يعني انه الصريان الكتلة مستقر. When dealing with steady flow process, we are interested in the amount of mass flow rate, m dot. يعني ايش؟ يعني مجموع الكتلة التي تدخل تساوي مجموع الكتلة التي تخرج. Energy balance for open-ended system. بما ان القانون الاول يقول لي انه energy in او total energy in minus total energy out يساوي variation of total energy. Variation of total energy is equal variation of internal energy plus variation of kinetic energy plus variation of potential energy. ايضا there are three energy in transfer اللي هي الهيت minus الورك، وقلنا هذا الماينس لما second convention، plus energy الناتجة عن الكتلة لما تدخل minus energy الناتجة عن الكتلة لما تخرج. فهنا فقط الترم الجديد اللي ظهر بالنسبة للopened system، بالنسبة يعني مقارنة بالclosed system، energy mass n يساوي mass في flow energy plus specific total energy. فعندي flow energy أو ما يرمز إليه بالw flow راح يساوي pressure في specific volume، و specific total energy is equal specific internal energy plus specific kinetic energy plus specific potential energy. هنا قبل ما نمر المرحلة هذه، بما أنه هنا الكتلة لما تدخل عادة يكون عندها أكثر من شكل من أشكال الطاقة، فالشكل الأول هو potential energy، الشكل الثاني هو kinetic energy، الشكل الثالث هو total internal energy، وأيضا يمكن للكتلة هذه أن تكون fluid، فهذا يعني أنه في عندي pressure energy أو ما يعبر عنه بإيش؟ بالflow energy. فإذا لو جمعت energy هذه مع energy هذه راح نتحصل على potential energy is equal gz، kinetic energy is equal v square over 2، and enthalpy is equal internal energy plus energy or flow energy. بالطبع هذا كله راح نضربه في الكتلة عشان نتحصل على energy due to entering or leaving of mass by kilojoule or joule. تطبيق القانون هذا يعني لو كتبناه الحين energy due to mass entering or leaving زي ما هي مكتوبة هنا تساوي الكتلة في الانثالبي في السرعة تربيع على 2 plus gz يعني potential energy. نفس السياق هنا تكتب لكن مع تغيير subscript اللي هو out مكان هنا entering or initial energy. الحين تطبيق القانون هذا أو يعتبر هنا القانون هذا هو أي شباب؟ هو القانون العام ل First law of thermodynamics. هذا القانون على صيغته الجملية. فهنا عندي كم من حالة أو كم من special case راح نشوف إنه القانون هذا كيف يتلخص. فالحالة الأولى اللي هي steady state steady flow SSSF يعني steady state steady flow. فهنا أول شيء راح نلاحظ انه ايش شباب هنا variation of internal plus kinetic plus potential energy is equal zero.
أيضا إيش عندي هنا شباب؟ لو قسمت هذا الكل على الكتلة، بما أني عندي steady flow، ف mass entering is equal mass leaving. فلو حطيت الترم هذا هو نفسه الترم هذا، فتصبح تقدر تظهر لي على هذه الصيغة، يعني تساوي هنا الماس. فلو قسمت هنا على الماس، قسمت هنا على الماس، وهذم الاثنين متساويين راح يروحوا، فتبقى لي الصيغة الأخيرة الopened or first law of thermodynamics applied to steady state steady flow process for opened system تكتب على هذه الطريقة. تطبيق أيضا first law of thermodynamics بالنسبة للحالة الثانية، وهي الحالة التي تقال uniform state uniform flow. That means USUF uniform state uniform flow. فuniform state uniform flow يعني إيش؟ يعني هنا ما عندي إنه الماس entering is equal to mass leaving، هذا الشيء الأول، تمام؟ ثم إيش غيرنا شباب هنا؟ فأصبحت هنا مجموع الـ kinetic energy or variation of kinetic energy variation of potential energy variation of total energy، يمكن اعتماد الصيغة هذه لكتابتها، مع إنه ذكر إنه الماس هنا نهاية ليست هي الماس بداية، وأيضا مجموع الكتلة التي تخرج لا تساوي مجموع الكتلة التي تخرج. فهنا تم صياغة energy balance for opened system for two special cases steady state steady flow and uniform state uniform flow. كده نكون خلصت or applying to first law of thermodynamics بالنسبة ل opened system بالنسبة ل two special cases. أتمنى أن يكون الشرح واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.